غرفة الحوار الإسلامي المسيحي عبر البالتوك مسلم كريستيان دايلوغ تقدم. اوكي الو 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 مساء الخير يا سعادتكم السوريالي. مساء الخير يا فندم. اهلا بحضرتك. اهلا بخير يا فندم. اهلا بيك. اهلا بيك يا فندم. انا بس كنت عاوز بمناسبه الايام اللي كنت عاوز اعز حضرتك واقول لك لله ما اخذ ولله ما اعطى كل شيء عنده مقدار، فاصبر واحتسب في موت الفقيد ان لله وانا اليه راجعون. الدوم لله وحده يا فندم. شكرا. انت عارف انا بعزيك في مين يا فندم؟ في يسوع حضرتك. كتاب المقدس بيقول لانك ان امنت بالرب يسوع امنت واعترفت بقلبك ان الله اقام الاموات خلاص. في اله بيموت يا فندم؟ انا بعتذر لك عن العواصف المكرعه. وفي اله بيموت يا فندم؟ الست انت منذ الازل يا ربي اله قدوس لا تموت؟ ابدت الاعتذار، ابدت ما ابدتش. انت حر بقى. انا بسال حضرتك في اله بيموت؟ يعني في انسان عنده عقل يعبد اله مات؟ في اله بيموت يا فندم؟ لا لبش على الصوت، اللبشه دي من عنده. كان معانا لواء مباشرة الآن القمص سوريال فوزي جرجس. سوريال فوزي جرجس يمكن اسمه جرجس الدنجات البحيرة، تاريخ الصيام 20/2/94. القمص سوريال فوزي جرجس تاريخ الصيام 20/2/94 كنيسة مرجرجس الدنجات. سبحان الله. في نقطة بيقولها، خلي بالكم في صوت الأول، في كلهم بيحصل لهم صدمة من مسموع العزاء، فبيقول لك يسوع ما ماتش. أنت عارف ليه؟ لأن الفطرة السليمة ترفض إن الله مات. هو بيرد بالفطرة، هو بيرد لكن الكتاب بيقول عكس كده. الكتاب بيقول عكس الفطرة، بيقول الله مات. لأنك إن اعترفت بفمك بالرب يسوع وآمنت بقلبك إن الله أقام الأموات خلصت. كده تمام. اتفضلوا حضراتكم اهو، ليه اتصالات قبل كده؟ اللي القمص ليه اتصالات قبل كده؟ أكثر من اتصال، على سبيل المثال اتفضلوا حضراتكم يقول لك نعم أنا معاهد لكن ماليش في النت، ثم أغلق التليفون. مكالمة تانية بيقول أنا بتاع سياسة وبتاع كل أغلق، ثم أغلق التليفون عندما سأل سؤال في المسيحية. مكالمة تالتة أنا مش فاضي غرفتك على النت، فيها ناس كتير تقدر ترد عليك. غرفتك على النت فيها ناس كتير تقدر ترد عليك. الصلاة أمامكم. مع تحيات إخوانكم في غرفة الحوار الإسلامي المسيحي عبر البالتوك مسلم كريستيان دايلوغ. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. الله أكبر كبير. الحمد لله ربي يهتف باسمك قلبي. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله ربي يهتف باسمك قلبي. الحمد لله، الحمد لله. حمدا إلهي وشكرا أنت يا معبود يا من جل قدره، جل قدره. لك الحمد طوعا، لك الحمد فرضا، وثيقا عميقا سماء وأرضا.